असर नु सुन्नत पढ़ी रहा बाद फरज अदा करे। असर नु फरज चार रकात नु छे, पहले इकामत कहे अने जो नमाजी मस्जिद मा होय अने इकामत मा कद कामत सलात आवे तो फौरन फरज वास्ते सफ मा पोतानी जगह पर उभा थई जाए। इमाम नियत लीदा बाद अल्लाह अकबर बोले के नमाजी नियत लई ले। नियत मा मर्दो मोतमन अने बैरो मोतमतन नो इजाफो करी ले। इमाम ने नमाज सौंपा बाद पहली बे रकात मा कोई सूरत पड़े नहीं। आ बे रकात मा रुकू अने सजदानी तस्बी अने बीजी दुआओ जरूर सी पड़े। नाना तशाहुद बाद आखरी बे रकात मा अल्हम्दनी सूरत मनमा पड़े। इमाम ना सजदा रुकू साथे पोताना सजदा रुकू करे तेमा जरापन आगल पाछल न थाय। अगर कोई एकलो नमाज पढ़े तो पोते इकामत कहे अने नियत लईने नमाज शुरू करे। पहली बे रकात मा अल्हम्दनी सूरत साथे बीजी एक उतरती सूरत पढ़े, सूरत मन मा पढ़े। मसलन जो पहली रकात मा अल्हम्द साथे वतीन वज़ैतून पढ़ी होई तो बीजी रकात मा अल्हम्द साथे अल्हाकुमु तकासरो या वैलुल्ले कुल्ले या वल असरेनी मिसलनी कोई पन एक उतरती सूरत पढ़ी सकाई छे। नाना तशाहुद बाद आखरी बे रकात मा मन मा फकत अल्हम्दनी सूरत पढ़े। सलाम वाला बाद अल्लाहुम्मा मुद्दलीनी दुआ पढ़े। ते बाद जिम सुन्नत पढ़ा बाद तीन वार मसल्ला ने चूमो हतो तिम मसल्ला ने चूमे। ते बाद तस्बीह है मौला तोना फातिमा अलैहस्सलाम करे जेमा 33 वार अल्लाहु अकबर, 33 वार अल्हम्दुलिल्लाह, 33 वार सुबहानअल्लाह अने एक वार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े। ते बाद आयतुल कुर्सी पढ़े। कोई सबब सी जो जोहर अने असरनी नमाज फौत थाय कजा थाय तो राते ईशाइल आखरतनी नमाज पढ़ा बाद आ भेवे जोहर अने असरनी नमाज ने वाले। फरज वास्ते खुला आवाज में इकामत कहे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह हय्या अला सलात हय्या अला सलात हय्या अला फलाह हय्या अला फलाह हय्या अला खैरिल अमल हय्या अला खैरिल अमल قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله من ما اللهم أقم هاني دعاء پڑھے بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أقم وأدم وشرف وأزمها وعلى الشيطان حرمها واجعلني من القائمين بها والمحافظين عليها بحق الكلمات التامة آت محمد الوسيلة والفضل والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدت وصل عليه وعلى آل بيته الطاهرين هوي أسرنا فرزني چار ركعاتني نيت لي بسم الله الرحمن الرحيم أصلي فرض صلاة العصر أربع ركعات لله عز وجل أداءً
مستقبل الكعبة الحرم مؤتمن الله أكبر وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ولا من لدي إبراهيم ودين محمد ولا لدي علي وأبرأ إليه من أعداء الظالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى وتعالى سبحان ربي الأعلى وتعالى سبحان ربي الأعلى وتعالى الله أكبر اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني ورفعني الله أكبر سبحان ربي الأعلى وتعالى سبحان ربي الأعلى وتعالى سبحان ربي الأعلى وتعالى الله أكبر اللهم إني بحولك وقوتك أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى وتعالى سبحان ربي الأعلى وتعالى سبحان ربي الأعلى وتعالى الله أكبر اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني ورفعني الله أكبر سبحان ربي الأعلى وتعالى سبحان ربي الأعلى وتعالى سبحان ربي الأعلى وتعالى الله أكبر اللهم إني بحولك وقوتك أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبالله والحمد لله والأسماء الحسنى كلها لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد نبيك وتقبل شفاعته في أمته وصل عليه وعلى آل بيته الطاهرين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى وتعالى سبحان ربي الأعلى وتعالى سبحان ربي الأعلى وتعالى الله أكبر اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني ورفعني
Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal A'la wa Ta'ala. Subhana Rabbiyal A'la wa Ta'ala. Subhana Rabbiyal A'la wa Ta'ala. Allahu Akbar. Allahumma inni bihawlika wa quwwatika aqumu wa aqudu. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى وتعالى سبحان ربي الأعلى وتعالى سبحان ربي الأعلى وتعالى الله أكبر اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني ورفعني الله أكبر سبحان ربي الأعلى وتعالى سبحان ربي الأعلى وتعالى سبحان ربي الأعلى وتعالى الله أكبر اللهم إني بحولك وقوتك أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم التحيات الطيبات والصلوات الطاهرات الزاكيات النائمات السابقات الغاديات الرائحات لله ما تاب وخلص وطهر ونما وصفى وزكى لله وما خبز فلغير الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة أشهد أن الله نعم الرب وأشهد أن محمدا نعم الرسول وأشهد أن علي النعم الولي وأن الجنة حق والنار حق والموت حق والبعث حق والميزان حق والصراط حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت ورحمت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم مد لي في أيسر عافية واجعلني في زمرة النبي محمد وآله في العاجلة والآجلة وبلغني غاية واصرفني عن الآفات والآحاد واقزلي بالحسنات في أمري كلها وعازمني بالرشاد ولا تجعلني متكلا إلى نفسي يا ذا الجلال والإكرام اللهم مد لي في الساعة والدعاة وجنبني اليوم ما حرمت علي وجعل العافية والسلامة والبركة إلي ولا تشمت بها الأعداء وفرج الكرب وأحسن لي الحرفة في الصلاح لأمر ديني ودنيا وآخرة وجعلني سالما من كل سوء مقاف من الزور في ساعة الشكر والعافية يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة وهو الرحمن الرحيم اللهم أذهب عني الهم والحزن والفتن كلها ما ظهر منها ما بطن تي بعد تسبیح مولاتنا فاطمہ علیہ السلام کریں جی ماں 33 وقت اللہ اکبر 33 وقت الحمدللہ انے 33 وقت سبحان اللہ انے ایک وار لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.